عليكم، معكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. شفت وايدين يشتكون، يعني متابعين وغير متابعين، يقولك والله ان الياماها ما تقدر تخزن اللي هو عدة سلالم شرقية في الريجستريشن ميموري، اللي هو اني في الريجستريشن ميموري، وهذا الشيء كان موجود في ال 3000 و 2000. زين، وانا كذلك نزلت فيديو وقلت في البدايه انه فعلا ما تقدر، لكن انا اكتشفت الطريقه اخيرا انك تقدر تحط سلالم موسيقيه مختلفه في الريجستريشن ميموري. كيف؟ هني تقدر تعمل الطريقه برا، عاطينك يعني تسيف، شوف هذا السلم تحطه في ميموري واحد، تيجي عند السلم هذا كمثال تحطه في ميموري اثنين، شوف، وتقدر تنتقل ما بينهم. لكن اذا جيت خزنت هذا السلم في الميموري رقم واحد، تروح تبغي تخزن سلم ثاني في ميموري رقم اثنين، شوف عندك ينطفي، لأنه مش مربوطين مع بعضهم. الآن كيف طريقة تخزن سلالم شرقية مختلفة في ريجستريشن ميموري؟ تروح على المينيو، تضغط على السكيل تيون. السكيل تيون نفس هني الشغلة، هاي الصفحة هي نفسها اللي موجودة هني، ولكن هني عطوك خدمة إضافية أنك أنت تشرق من داخل. إذا جيت الحين مثلا تشوف ميموري رقم واحد، حطيت صوت السترينج، وتروح عند السلم اللي تتباه كم، 51 مثلا، أنا بخليه على 51، وتروح شو تسيف، تيجي عند رقم اثنين، تيجي عند رقم اثنين، لاحظ معاي، رحت وتروح نفس العملية، تشرق تحط الصوت اللي تباه، وتشرق على 51 55 اللي تباه، وتروح تسيف، تيجي عند رقم ثلاثة تختار صوت ثالث او رابع او نفس الصوت، واروح انا اشرق مثلا هني، شوف رحت هني وشرقت على 50 او 64، شفت حماي، لاحظ معايا رقم ثلاثة اضغط عليه بسلم الشرقي ماله، رقم اثنين بالسلم الشرقي ماله، رقم ثلاثة بالسلم الشرقي ماله، ضبط معاك. يعني تقدر تحط 8 ريجستريشن، 8 سلالم شرقية، ونجرب مع بعض. هذا رقم واحد السلم هذا، رقم اثنين، رقم ثلاثة، لاحظ معايا، بالطريقة هاي اللي علميتك اياها تقدر تسجل 8 سلالم بطريقة مختلفة، ولكن وين؟ داخل السكيل تيون في الشاشة، وتطلع عادي، تطلع وتعزف مو مشكلة، خلاص انت حافظ السلالم مالك. لازم تعمل فريز، لازم تعمل فريز عشان يتم اللقاء معك، بدون الفريز راح يختلف اللقاء، كلكم تعرفون هاي المعلومة. بكذي حليت مشكلة السلالم الشرقية في ريجستريشن ميموري، تقدر تسيف، وإلى اللقاء إن شاء الله مع معلومة ثانية.